Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm inşallah. Selamun aleyküm. Manifestomuzu inşallah açıklıyoruz. İslam alemine manifestodur. Buyur abi. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. Ve en min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Ve en min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Biraz gel bana doğru. Ennâs-ı tayyibîn, şeref-ül muslimîn ala vecih-ül ard. شرف المسلمين على وجه الأرض بعد الشيطان أكبر دشمن لنا هو المسيح الدجال ومن ثم أديب يكسر المسيح ابن مريم بحث عن أكبر الكافرين في مدينة بثلسن نورشي المدينة نورشي من أين أتت؟ هذه المدينة منشأها أمريكا وهي أعلى وهي أعلى مدراء CNI رجلي هو اليد اليمنى لأديب يوكسل مع العلم أن أديب يوكسل لقبه الدجال لأنه يكره العالم الإسلامي ويكره الإنسان اليوم كل الفتن التي يعيشها المسلمون بقاع الأرض سببها الرئيسي هو أديب يوكسل الدول العربية تأخذ أوامرها من أديب يوكسل مباشرة الدول العربية تأخذ كل أوامرها من أديب يوكسل البيكيكي واليبيكي وداعش والكيبي داعش كابيجي وإشيد صاحب الفكر الأكبر لهم هو أديب يوكسل كيهبا والهدبا فاتو هم المثلث التابع لصاحب الفكر أديب يوكسل هؤلاء رؤوس المثلث أينما ذهبوا واتجهوا هو من يوجههم عبر طريقة البايلوك وهو أحد وسائل التواصل الاجتماعي الغير معروف لدينا يتواصل أديب يوكسل مع أكثر من 3 مليون إنسان غير حقيقي ويضحك عليهم ويلعب في عقولهم ويوجههم حيث يشاء كل المستفيدين من مساعدات أديب يوكسل المالية يقومون بمشاريع مدمرة للإنسان وقيمه من أهم وأكبر الفتن التي دارها أديب يوكسل هي فتنة السني مع الشيعة في سوريا والعراق وإيران هناك الكثير من المشايخ كثير من المشايخ يأتمرون لأمر أديب يوكسل فهو أكبر إنسان مخالف لأوامر الله وأكبر عدو لله عز وجل في زمننا الآن بدماغه مهمة واحدة وهي تدمير الأمة الإسلامية غرفة التيفي هو من يدعمها ومهمتها الفتنة جريدة الجمهوريات وجريدة الزمان وجريدة توزتو هم من يبثون أفكاره وينشرونها بعدم الإفصاح من هو الكاتب الأساسي للفكرة كل الخوان في العالم الإسلامي هو من يدير عقولهم يوم تفلي جبلي أحمد فوجا جبلي أحمد فوجا أديب يوكسل من وضعه في السجن هاي هذه معلومات عن هذا الشخص الكافر والله أعلم المنافق أبو حنظلة والباستات كويتل منافق أيضا تابعين لأديب يوكسل الأبنية الضخمة والمرتفعة بجانب الكعبة اليد العظمى التي صنعتها الداعم كانت لتمويلها هي من أطراف أديب يوكسل والهدف منها تصغير حجم الكعبة والنظر عليها من الأعلى وفعل المعاصي من فوقها كثير الآن من القصص نسمع عنها مثلا بأن بنت سورية أو عراقية أو مسلمة عند الكعبة أتاها رجلين يريدون فعل المعصية أو الزنا معها ولم ينقذها أحد الهدف من هذه الأفكار
والإعلام الذي يدير هذه الأفكار فقط ليصل الناس لعدم وجود الله عز وجل، يعني بالعامي ليش رب العالمين ما أجا أنقذها، هي عند الحج ليش ما أجا رب العالمين وأنقذ هذه الإنسان. عدنان أختر وكل منحرف أفكارهم هي من عند أديب يوكسل. جامعة الشرق الأوسط في أنقرة في السابق كان أديب يوكسل يغسل أدمغة التابعين عندما يلتقي معهم في المؤتمرات هناك. يشار نوري أوستركن أعظم كتبه وأغلبها من تأليف أديب يوكسل. آخر آيتين من سورة تبت يدي أبي لهب ينفيها أديب يوكسل ويقول إن العثمانيين هم الذين من وضعوها، ويهدد بها أمريكا ويفهمهم بأن هذه الآيتين هي المحكمة بالنسبة لهم. هو ينكر أديب، هو ينكر معظم الأحاديث وينكر بعض الآيات وينكر حتى وجود الله عز وجل. هذا الكلام أنا قرأته لكم لأني ترجمت فكر أخي الموجود أمامي من اللغة التركية إلى اللغة العربية. هذه المعلومات أنا شخصيا لا أعلم عنها إن كانت حقيقة، إنما فقط قمت بترجمتها. السلام عليكم ورحمة الله.